ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ووصلنا لفقرة الصحة والرشاقة. طبعا الفقرة اللي معظم المشاهدين بيحبوها وبيستنوها علشان يعرفوا ازاي يحافظوا على جسمهم صحي ورشيق. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اهم شخص في البيت، عمود البيت، وهو طبعا ست البيت، واللي عادة بتعاني من السمنة بسبب قلة الحركة، طبيعة اكلها، نظام يومها. هنعرف ازاي نقضي على السمنة وازاي تقضي على السمنة بشكل قوي وتحافظ كمان على صحتها ورشاقتها في ظل الظروف المتاحة ليها، وده اللي هتكلمني فيه ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو دكتور مي عبد اللطيف، اخصائية التغذية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور مي. اهلا بيك، ازاي منوراني حبيبتي، وحشيني طبعا. وانت كمان وموضوعاتك بتبقى جميلة، يعني بتفتحي لنا كده دايما حاجات بسيطة لكن ما بنبقاش واخدين بالنا منها، بس هي بتسبب سبب لمشاكل احنا مش واخدين بالنا ان دي ممكن تكون عائق مثلا احنا تعرضنا له وما خدناش بالنا منه. بالظبط. النهارده الموضوع مهم، عمود البيت. حماتي على فكره كانت بتقول الجمله دي طول الوقت، انا عمود البيت. صح. فلازم تخلي بالها من صحتها، ولازم كانت دايما تقول لي كده، تقول لي من جرى على شبابه جرت عليه شيخوخته، فخلي صح. بالك. أيوه. وما تجيش على نفسك ومش عارف. ايوه عارفين. صح، دي حقيقه طبعا. النهارده الموضوع مهم، عايزين نعرف بجد نهتم ازاي بالام وبست البيت ويعني في كل الاعمار، لان الموضوع ده بقى مهم جدا. ايه اللي ممكن تنور لنا عنده كده حاجات مهمه تقول لنا خلوا بالكم من 1 2 3 ولو ده حصل نبدا نحله ازاي وناخد بالنا منه نعمل ايه؟ تمام. زي ما حضرتك قلتي، الست طبعا عمود البيت، هي الام، الاخت، الابنه، الزوجه، هي صح. الصحبه، هي كل حاجه. فطول ما هي محافظه على صحتها وعلى رشاقتها وعلى يعني شكلها هتقدر تدي دايما في البيت. انما طول ما هي مثلا عندها سمنه، ده بيأثر على النفس، بيأثر على الحركه، هيأثر على واجباتها في البيت ناحيه ولادها، ناحيه ان هي مثلا ممكن في امهات هم اللي بينزلوا يودوا اولادهم التمارين. أيوة، المشاوير، مجهود عضلي كبير. بالظبط. فلازم فعلا ان هي تحافظ على صحتها. في سبب مهم جدا كلنا تقريبا او يعني ثلاث ارباعنا ما بنبقاش واخدين بالنا ان ده سبب رئيسي في السمنه. وكلنا بنبقى فاكرين ان السمنه الاكل او مثلا سكر او مقاومه الانسولين او تكيسات المبايض. في سبب كبير جدا احنا كلنا معظمنا متغافلين عنه، هو الاسترس. ان انا لما اكون مضغوطه او ان انا اكون مثلا متضايقه من حاجه معينه، ده بيأثر عليا. ليه؟ لانه بيخلي الجسم يفرز هرمون اسمه الكورتيزول. الهرمون ده طول ما الجسم بيفرزه بيخلي جسمي عرضه كبيره جدا ان هو يخزن دهون، لان بيخلي الخلايا الدهنيه مفتوحه. فاي اكله هاكلها هتبدا تتخزن استوعبها. دهون. بالظبط. فانا لما ببقى متضايقه وانا ممكن ما ببقاش واخده بالي، في ناس مثلا تقول لك، ستات كتير بتكلمنا تقول لي يا دكتور انا ما باكلش، يعني مش باكل اكل كتير مثلا مقليات او الحاجات دي، وبتخن وبعمل حركه ومع اني بخلي بالي من اكلي وكذا وكذا. نيجي نسالها، طب انت مثلا ايه طبيعه يومك؟ او انت، انا الولاد، تلاقيها شايله يا عيني الهم ان هي تصحى بدري تحضر لهم مثلا لانش بوكس، ان هي مثلا تصحي جوزها دي الشغل، ان يعني دايما الست البيت بتبقى شايله هموم كتير قوي وبتبقى مضغوطه طول الوقت. صحيح. ان هي عايزه كل حاجه تبقى مظبوطه، تخلي بالها من صحه الولاد، من وبتهمل دايما نفسها. صح. فالستريس اول حاجه لازم اتخلص منها عشان ابقى كده انا على الطريق الصح ان انا اتخلص من السمنه. دي اول خطوه. كويس. طيب بعد كده بقى ايه تاني عوامل ممكن تبقى غير الاكل والستريس وان احنا مثلا يبقى في زياده في الوزن وتسببت خلاص بقى في سمنه؟ نعمل ايه بقى؟ ادينا بقى بدايه الحلول ان احنا نتجه ليها وتكون حلول امنه اللي لسه بيتابعنا واول مره يعني يعرف عن الكورس اللي حضرتك هتقوليه لنا النهارده. لان انا شخصيا انا عن نفسي هاخده، انا حاسه ان انا محتاجه له. وهي يعني جربتي السكر الدايت عجبك؟ السكر، صح. بصي بقى. السكر بسم الله ما شاء الله سلسل لا يعلى عليه ولا غبار عليه، وانا بجد واحده من الناس زي الساده المشاهدين بتعامل بيه في البيت. بس انا مستنيه تعملوا حاجات صغيره لان انا محتاجه احطه في شنطتي، فمش عايزه ابقى بستخدم نوع في الشنطه. هي فكره الاكياس دي اللي مش عشان ما يبقاش معرض لميه، لبلل، لاي حاجه. بس انا محتاجه. بس الطعم طيب ايه؟ الطعم ممتاز في السخن، ما غيرش الطعم بعد مرور يوم واتنين على بعض الحاجات اللي ممكن نختلط عليها الامر مع انواع تانية. اصلا دقيق قوي في الحاجات دي. وطبعا الطعم السكر ممكن تاخدي الكم اللي انت عاوزاه من كوبايه كامله وما تجزعيش، ما تحسيش انك جزعتي، ممكن تاخدي بقين وانتش قادره. يعني في حاجات بتحصل كده. في انواع بتديكي نسبه سكر عاليه قوي عشان تعوضك عن السكر الابيض، بس بتبقى زياده قوي. لا انا بصراحه ما عجبتنيش. ما هو ده الحلو في سكر سلسل. ده عجبني، فهو ينضم الى المجموعه المحترمه لدى الشركات المحترمه اللي بتنزل برودكتس يعني بجد
خدت بالها قوي من الثغرات اللي في البرودكتس اللي قبل كده وبدات تخلي بالها منها. الريفيو بتاع حضرتك ده شرف لينا يعني بجد، دي حقيقه والله. لا حرام، دي امانه الواحد يقولها. الحمد لله. ما هو فعلا سكر سيسل احلى حاجه فيه ان احنا كنا واخدين بالنا واحنا بنطور او ان احنا بنصنعه، ان احنا كنا بنشوف ايه الحاجات مثلا السكر دايت الموجود في السوق، ايه مميزاته وايه عيوبه. لقينا معظم الناس كانت بتشتكي من الطعم زي ما قلتي، بيبقى مسكر زياده في اجزاء كده وبيمرر بعد بالظبط، وفي حاجات ما ينفعش تتحط في الفرن او كده. أيوة. فاحنا كنا دي الحته اللي احنا رعيناها، ان احنا عايزين ان طعمه يبقى نفس طعم السكر الابيض. ان في ناس بتقولك انا مش هستغنى عن السكر الابيض، الطعم نفسه هي مش قادره تشوفه بديل. يعني انا بقالي اسبوع بستخدمه، انا تقريبا ما خلصتش نص كيلو سكر اصلا ابيض، ما يعني ما استخدمتش فيه في حاجه الا الحاجات اللي هي خاصه بمخللات بضيف فيها حاجات مثلا بسيطه مثلا. لان هو الكيس اصلا يعادل معلقتين من السكر يعني حطاه زي ما هو تقريبا، ما قلش، ما عملتش بيه حاجه يعني. طب حلو، يعني حضرتك اعتمادك دلوقتي على السكر انا اصلا بعتمد على السكر الدايت عموما بنسبه كبيره، وبدأ له العسل، حاجات بسيطه يعني. بس بغير كل فتره، لازم كل شهر اغير، بس باخده مقنن. فهو بالنسبه لي السكر الابيض ما بقاش مهم في حياتي هو ده في شهر رمضان للضيوف اللي هيجولي بس. بس هو احنا لازم بقى، دي فكره احنا لازم نضيفه لحياتنا كلنا، ان احنا نبعد عن السكر الابيض خالص. فرق معايا مع ابني انه بيحب السكريات جدا، ودي مشكله. حضرتك مره قلت لي ان انت جربتي له تحطي له سكر سيسل، بس ما قلتيش جربت معاه البني ما نفعش، العسل ما حبوش، العسل بيغير الطعم. ما حبوش خالص بالظبط. فقال لي انا مش عايز. فانا بقالي الحقيقه يعني حوالي يومين او ثلاثه انا بستخدم السيسل، هو ما يعرفش ان ده سكر دايت، وانا مش هقوله وما حسش بفرق. لا مش هقوله. بس هو كده عرف خلاص. قال لي الحلقه دي عرف نفس بالظبط نفس عدد معالق السكر حطيتيها لي امبارح. قلت له اوكي يا حبيبي. بكذب بس كذب. لا ما هو عارف دلوقتي كده خلاص، هو عارف مش بيشوف. الحمد لله لسه في المدرسه. طيب يبقى لسه هنقدر ناخد برده حاجه تقيله يعني. ما هو ده الحلو في سكر سيسل، ان هو في ماده اسمها سكرولوز، دي ماده مصنعه بتدي نفس طعم السكر الابيض او ممكن بيبقى كمان احلى منه شويه. وايه الحلو اللي فيه او ايه اللي بيميزنا عن باقي الانواع اللي موجوده؟ ان هو ما بيرفعش نسبه السكر في الدم، ودي اهم حاجه عشان مرضى السكر بالظبط. وكمان للاطفال، عشان نحمي الاطفال من التسوس، عشان الاطفال بتحب بقى طبعا الكيك والحاجات المسكره والكوكيز بالظبط. فنخلي الام تقدر تعمل لابنها اي حاجه حلوه هو بيحبها من غير ما نقصر او نبقى خايفين على الاسنان. بالعكس، ماده السكرولوز دي بتحافظ على المينا بتاعه السنان، وزي ما قلنا ان هو هيبقى امن لامراض للناس اللي عندها مرض السكر. ما بيغيرش الطعم، ما بيتفاعلش مع الحراره. فسكر سيسل من الحاجات الهائله جدا اللي احنا ممكن يعني نغيرها من الحاجات العادات البسيطه في يومنا، ان احنا نغيرها نبعد عن السكر الابيض ويبقى اعتمادنا على سكر السيسل. دي اول حاجه انا كده هتخلص من السمنه، لو احنا جربنا ان احنا نبعد السكر الابيض او الحاجات اللي احنا بنسميها السموم البيضاء. والملح كمان ما هوش حلو برده، ما هو سكر وملح بالظبط، والدقيق الابيض الحاجات دي كلها السموم احنا بنسميها السموم البيضاء. لو احنا جربنا ان احنا نوقفها شويه لمده بس شهر، هنلاقي فرق في صحتنا. السكر طبعا بيزود الالتهابات في الجسم، بيزود الفرصه العرضه للكانسر. حاجات كتير بتغذى عليه طبعا. طب خلينا يا دكتور نعرض وسائل التواصل تمام. وخلينا نقول لاصدقائنا ان انتم ان شاء الله بتنزلوا السكر من ضمن الكورس بتاعكم عشان اصدقائنا يجربوه، صح كده؟ طيب ناخد وسائل التواصل، الارقام اللي موجوده دي عليها واتساب، مكالمات وواتساب يقدروا يتواصلوا معانا، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فورم على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نهال حافظ، والاوفيشال بيجز بتاعتنا على الانستجرام اون تارجت فارما، والبيج بتاع الدكتور نهال على الانستجرام. هايل جدا. يقدروا بيبعتوا لنا، بيلاقوا استماره اونلاين بتبدا فيها اسئله شويه كتيره بقى، بنعرف الوزن والطول، الحاله الصحيه، عملوا دايت قبل كده، في اسئله بقى ان انا لازم اعرف تفاصيل شويه عشان مريض غده او مثلا مريض امراض مزمنه، سكر، ضغط مثلا، قلب، بيقول سن والحاجات دي كلها نبدا نعرفها، وبعد كده بنبدا نتواصل مع الحاله معانا عشان نقدر نرشح لها الكورس مناسب للحاله، لان طبعا كل حاله ليها الكورس بتاعها. عندنا الكورس العادي. قول لنا بقى انا سيليوم عباره عن ايه، وقول لنا الكورسات اللي عندكم بتدعموها كمان بحاجات. احنا هنقسم الكورسات على حسب الحالات. عندنا مثلا الاطفال، ولو سيده مثلا في فتره الرضاعه ده الكورس العادي. هنديها مثلا ايه الحاجه اللي احنا ممكن نرشحها لها؟ هنرشح لها الالياف الانسيليم وسكر سيسل. الياف الانسيليم دي عباره عن ايه؟ الياف طبيعيه، كل مهمتها ان هي بتنزل المعده وبتنفش، لازم
اشرب، انا بحطها باكيتات كده، بحطها نص كوبايه ميه وبعديها لازم اشرب كوبايتين ميه لان الالياف بتحب الميه، فكل ما هشرب ميه كل ما هتتمدد وتديني املاء امتلاء عالي في المعده. هتشغل حيز المعده من تلتين مثلا لثلاث ارباع. فدي ايه بقى برضو ايه ميزتها او عملت ايه لجسمي؟ حسستني بالشبع لمده طويله من 8 ل 10 ساعات. ده للناس اللي بتبقى عندها مشكله الجوع او ان هي مش عارفه تتحكم في الجوع بتاعها. ممكن مثلا ما تبقاش جعانه قوي بس اللي هو انا زهقانه عايزه اقوم اكل، او مثلا انا في عزومه لازم اكل كتير مش عارفه اتحكم في الكميه. فالالياف دي بتخلي ان الشخص غصب عنه هيقلل الكميه. يعني كان مثلا بياكل طبق كبير بقى ياكل نص الطبق الرز مثلا، بياكل يعني مفيش حرمان بس تقنين. هي دي الفكرة بتاعتنا، ان احنا ما عندناش حاجة اسمها ما بنقولش دايت ولا بنقول نظام غذائي، ان قصدي ان احنا ما بنعملش حرمان، مفيش الحرمان. احنا كلها ان احنا بنقول عادات صحيه لازم نتعود عليها مع الكورس، هو هيخلينا ان احنا نقلل الكميه. طول ما انا بقلل الكميه هخس بشكل حلو جدا، ما حرمتش نفسي. في ناس كمان لما بتحس ان هي هتعمل دايت هتحرم نفسها تدخل في اكتئاب من قبل ما تبدا، فما ترضاش تبدا اصلا. في ناس كده فعلا. صح بالظبط. فاحنا بقى بنتعامل معاهم ان احنا لازم نهيئهم نفسيا ونعرفهم ان احنا بنظبط اللايف ستايل بتاعتنا. احنا مش عايزين دايت فتره مؤقته. يعني فكره الناس كلها عن الدايت ايه؟ انا مثلا عايزه اخس 10 كيلو هخسهم بقى مش مهم بعد كده. احنا عايزين لايف ستايل يعني بالزبط. اسلوب حياتنا. يعني زي ما قلت لحضرتك مثلا سكر السلسل، احنا نبعد السكر الابيض ده تماما. فانا اديت بديل لنفسي، اداني نفس الطعم ان انا اقلل بقى السكر الابيض، اخدها ستبس كده بالظبط. ادتني حاجه نفس الطعم، ما غيرتش، بالعكس حاجه صحيه ليا، حسنت من شكلي، خلتني اخس. فيبقى خليها دي بقى اللايف ستايل بتاعتي وان انا امشي عليها على طول. مش ان انا بقى دايت اسبوع او شهر شهرين ثلاثه خلاص خسيت ارجع تاني يبقى انا كده ما عملتش حاجة. لان احنا هدفنا ان احنا عايزين نخس ونحسن من صحتنا الاول. لان طول ما انا صحتي احنا عايزين نفهم بقى بالظبط ثقافه التغذيه دي، اللي هو افهم انا جسمي محتاج ايه واخلي بالي منه طول العمر بقى. صح كده طبعا. لان انا طول ما انا فاهمه انا امتى بجوع، اتحكمت في الشعور بتاع الجوع بتاعي، اتحكمت. انا على فكره اللي بامكاني ان انا اخلي افرز عندي طبعا هرمونات الجوع والشبع اللي بتخليني اكل او لا. طول ما انا فهمت جسمي محتاج ايه، فيتامينات ايه اللي ناقصه، انا اللي بخلي جسمي يتحكم امتى يفرز هرمون الجوع فاكل وامتى خليه يفرز هرمون الشبع فافضل شبعانه طول الوقت بالكميه. ودي الفكره اللي احنا كنا عايزينها تبقى في كورس الاناسيليم بتاعنا، ان هو ده اللي خلانا ان احنا نفضل عايزين نعرف احنا هناكل امتى، هنقلل الكميه. فهو ده اللي عملناه الاول في الالياف. تمام. فاحنا هنحط الالياف، اتحكمنا في الشهيه بتاعتنا، اتحكمنا في كميه الاكل الوجبه بتاعتي، فانا هاكل اللي انا عايزاه بس بكميه قليله. وفي نفس الوقت هنحط سكر سيسل، لان ده بقى الناس اللي بتحب الحلويات، الحاجات المسكره، الحاجات السخنه، احنا كده ما حرمناهمش. فده الكورس العادي للاطفال ولو السيدات اللي بترضع. نيجي مثلا عندنا الكورس الاعلى منه شويه، المكثف بقى. يعني اقل من المكثف. المكثف ده مثلا خلينا نتكلم عنه، نقول للحالات الايه اللي هي عندها مثلا مرض الغده. الغده طبعا بتسبب في زياده وزن كبيره جدا من غير ما يعني ممكن في ناس يعني يقول لك معلقه والاقي نفسي فعلا تخنت جامد. او الناس اللي بتاخد ادويه مثلا زي الكورتيزون، الانسولين، ادويه كتير، حبوب منع الحمل طبعا دي بتؤدي لزياده وزن كبيره جدا. الناس اللي عندها مثلا بتعمل دايت وحصل حاله ثبات، خلاص مهما عملت هي ما بقتش تخس. ده الكورس المكثف. او الناس برضو اللي كانت بتعمل دايت قبل كده وبتاخد ادويه فيها حاجات كيميكلز كتير فلخبطت هرمونات الحرق، لخبطت الميكانيزم الطبيعي اللي انا جسمي لازم يمشي عليه، فدي لازم ساعتها هنتدخل بالكورس المكثف اللي هو هيبقى عباره عن ايه. اول حاجه لازم الياف الاناسيليم دي هتبقى معانا عشان برضو هنتحكم في الكميات وفي فكره الجوع. تاني حاجة هنحط كبسولات الأناسيليم. ايه الكبسولات دي؟ الكبسولات دي كلها حاجات طبيعية عشان الناس برضو تبقى مطمنة. عبارة عن أعشاب نباتات، زي مثلا عندنا نبتة اسمها الجرسينيا كامبوجيا. ايه النبتة دي بتعمل ايه؟ بتقلل شراهة الحلويات والنشويات. الناس بقى اللي بتحب الباستا، يعني معظمنا بنحب الباستا والرز، الحلويات، الحاجات دي كلها احنا هناكلها بس بكمية. فالناس اللي ما عندهاش إرادة، احنا برضو ساعات بنسميه كورس الإرادة عندنا. الناس اللي ما بتبقاش عندها إرادة اللي هو لا
انا مش هقدر اوقف، فبتيجي تقول لنا يا دكتور رشحي لي كورس يخليني انا غصب عني ان انا طول ما انا شايفه الاكل هاكل، لو انا مش جعانه انا هاكل. ايوه ما عندهمش تحكم حواليك. بالظبط. فاحنا بنديهم كمان الكبسولات دي لان بتخليهم غصب عنهم هم خلاص هم عايزين، مش حاسين بالجوع قوي، بس لو هياكلوا عارفه حضرتك احساس ان انا معدتي تقيله شبعانه. أيوة. بس مش تقيله اللي هو تخمه، لا انا واكله ومعدتي ممتلئه ومرتاحه خفيفه في نفس الوقت. بس عايز اكل بقى، هبدا اكل مثلا الحاجات اللي انا حب الهيلسي بقى، البروتين، النشويات المفيده، او كلت النشويات. لا وانتوا بتدوا انظمه كمان بتبقى حلوه طبعا يعني، بنفهم بيها حاجات احنا ممكن، وبدائل حلوه اكيد. طبعا ما احنا فدي برضو بنتابع. حلوه ان احنا نفهم ثقافه الناس اللي ما عندهاش فكره عن موضوع التغذيه مثلا، اكيد. هتبقى عارفه ازاي تتعامل وايه البدائل من كتر الاسئله اكيد والتعامل. ما احنا بقى ما بعد الكورس بنعرف. بقى يا دكتور، يعني مثلا انا خلاص خدناه وصلت للوزن المثالي، بتتعاملوا مع الحاله ازاي بقى؟ بنبدا مثلا نقلل الكميات، كويس. وبرده بنفضل متابعين. طبعا احنا بنتابع متابعه مجانيه بالنظام الغذائي وكل حاله، عشان برده في ناس بتبقى فاكره ان الكورسات لكل الناس عادي او النظام الغذائي واحد. كل واحد. لا لا انا طبعا. عارفه انه مش واحد. لا كل حاله ليها النظام الغذائي بالسعرات بتاعتها. في ناس ممكن مثلا تقول لك يا دكتور انا حابه النظام الصيام المتقطع نعمله لها، في حاله تانية ما ينفعش ما معاها تقدرش. الصيام المتقطع، صح. نعمل لها مثلا تعجيز سعرات. فكل شخص وكل جسم اللي هو محتاجه. بنبدا بقى نقلل شويه شويه كميه الجرعات بتاعت الكورس بتاعنا، بنظبط الاكل اكتر لحد ما خلاص لازم بنوصل لفتره التثبيت. احنا ثبتنا وزننا كويس. وخلاص بقى، احنا عودناهم بقى، اديناهم ثقافه جديده اللايف ستايل ان احنا ناكل اكل صحي. نستبدل كل الحاجات بقى، الزيوت المهدرجه، الحاجات بقى اللي مش بتفيد، الحاجات هتبقى المصنعه. بقى حياتها خلاص، هي عرفت ايه اللي هي بتتعمل تعود. فيه. وكمان لما بتوصل بقى، لما تخس، في ناس عندنا بتخس بال 30 و40، ما في شاء ناس الله وصلت لغايه 80 ما كيلو، شاء الله، بقت خلاص حابه شكلها، حابه ما صحتها عندهاش استعداد ترجع تاني خلاص. لنفس الأزمة. يعني هي كمان، احنا كمان الهدف من الكورس ده ايه؟ ان الناس اللي بتاكل كتير المعده عندها بدات تتمدد، فخلاص ان المعده بتتمدد بتكبر وتصغر، فاحنا هدفنا ان احنا بنقلل الكميات، عايزين نرجع المعده للحجم الطبيعي بتاعها، عشان نبدا خلاص هي بقت قادره كمان تعمل كنترول مع الكورس مع النظام الغذائي. خلاص هي دي بقت حياتها اللي هي مكمله بيها. لان في ناس بتسالنا طب يا دكتور انا ممكن اثبت ليه؟ في ناس بتبقى عملت دايت وخست بترجع تتخن تاني واكتر كمان من الاول، فيقولوا لنا طب ايه اللي يخليني مثلا ما ارجعش ازيد؟ فلا احنا بنثبت معاهم لان خلاص احنا عودنا حجم المعده بالكورسات بالنظام الغذائي، فهي خلاص بقت حفظت بقى اللايف ستايل اللي هي ماشيه عليه وبقت حابه صحتها وشكلها. حلو قوي. طب قولي لنا تاني طرق التواصل بعد اذنك يا دكتور مي، عشان اصدقائي تمام لسه حد منضم للفقره. ماشي. هنقول طرق التواصل مع اون تارجت فارما للي حابب. وطبعا زي ما قالت لنا دكتور مي، السكر السسل هيبقى نازل مع المجموعه او مع الكورس علشان تجربوه حضراتكم ان شاء الله، يعجبكم تقولي رايكم باذن الله. عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، مكالمات او واتساب، والاوفيشال بيجز بتاعتنا اون تارجت فارما على الفيسبوك، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نيهال حافظ على الفيسبوك برضو، وعلى الانستجرام اون تارجت فارما، والاوفيشال بيج بتاع الدكتور نيهال حافظ على الانستجرام. بيبعتوا لنا وهيلاقوا استماره يبداوا يملوها، وهنبدا نتواصل معاهم عشان بقى نبدا رحله الدايت، نرشح الكورس مع النظام الغذائي ونبدا بقى الرحله بتاعتنا. حبيبتي، ويصلح لكل اصحاب الامراض المزمنه اكيد، والاطفال برضو. والاطفال طبعا لو في مشاكل مع الاطفال الحمد لله هو ما فيهوش حرمان، فالاطفال هتبقى ان شاء هتبقى الله حابه طعمه اصلا. مستجيبه. اكيد. ان شاء الله. حلو قوي. طيب خلوني بقى يعني اشكر طبعا ضيفتي الجميله اللي مشرفتني ونورتني النهارده، دكتور مي عبد لطيف، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. شرفتيني ونورتيني يا دكتور مي. ميرسي. لقاءات تانية احنا لابسين اخضر زي بعض النهارده، عامله سبانخ وحاجات حلوه. حياكي حلوه. وطبعا بشكر كل اصدقائنا ومتابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعه، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم في حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.